بنو أمية حين حكموه، طبعا ما عدا عمر بن عبد العزيز منهم، فإنهم لعنوا أبا تراب على المنابر في صلوات جمعاتهم طيلة مدة حكمهم. وهذا هو أحد تفاسير قوله تعالى: ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يعني ألف شهر حصلت فيها هذه الجريمة الشنعاء، وهو مدة ملك بني أمية تقريبا وليس تحقيقا. ومن الملاحظ أنهم لم يذكروه بمنقصة بصراحة، وليس لهم أن يقولوا ذلك، وإنما لعنوه فقط حقدا عليه وأخذا بمصالحهم الدنيوية الضائعة عنهم مع ولايته، وأخذا بأحقاد بدر وحنين كما قال يزيد الأموي. ماذا قال؟ ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. لعبت دين ماكو حبيبي، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قد قتلنا القرن من أسيادهم وعدلناه ببدر فاعتدل، لست من خند فإن لم أنتقم، يعني يزيد قبه الله، لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. وأشياخه حين يقول ليت أشياخي منهم بالله هم المشركون الذين قتلهم أمير المؤمنين عليه السلام في وقعة بدر الكبرى وأحد وأمثالها. فهو يقول مثل هذا الكلام الفاسد يزيد قبحه الله، في حين أن جبرائيل سلام الله عليه يقول لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، كما قال الشاعر: جبريل نادى معلنا والنقع ليس ببنجلي والمسلمون بأسرهم، وفي نسخة والمسلمون قد احدقوا حول النبي المرسل، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. Allah'a emanet olun.